بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبران رزدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جهكي لما صلاة خد الوبن جارك ديجل خلق كاديش برنامج ديجل قرآن خوش كبران رزدار ديش آخفتنا إمام علي خود تعالى جرازي بدوي خلق دست ببكين دي دست ببكين بانا يا خود وقت بحث مدح قرآن طبعا يعني هندي صحابين جلق و جلق زانین که قرآن چطه دانه و چوانه و هر آخفتنه که امام علی هایید بجد اگر یعنی دستیری هبا آن بجد پیغمبری وکید بجد دلیوه دابا کمید از اتشم بارید حیشترا بس رامانت الحمد و او استنباطات بس سورات فاتحه از یعنی بارید حیشترا کتبا بس سورات فاتحه در بخم یعنی هند ات قرآن دا شهر زابین بو تدبر و استنباطا و جمعه اکش آخفتنید امام علی کو وقت بحث قرآن و مدح قرآن چکیا لا تید گشتن اگر بشید بارد یعنی حشترا کتاب و بس سورت فاتحه در بخد زان کا چوا تید گشتن امام علی خود تعالی جه راضی بد اختنه طبعا دریج همه پارچه کشه بیجین همه شوی دست بگین بجد تعلمو کتاب الله تبارک و تعالی خب فیر فیری کتاب خود بگین که قرآن پیروزه و که فعل امر بجما خافيري قران بكن فانه بوچي بوچي خافيري قران بكن امام علي ابي ابي يعني كيف في دخازش ما بصرمانات كد بجد چونكي احسن الحديث يعني قالت هين راسي يعني من بخا وقت قال جات شين عندك كومبين اون عندك جهه حتى زون كنت ما يعني جهه داخل قال لك جرى يعني شخانه غيرن آیات که قرآن جل آختن خوابینه گلگ یعنی یکی بیدن جهر ریزی نه همی بس اوید کش خانه گیرن هندک آیات سر آختن خوابینه آن سر او موضوع دی بیجش خانه گیرن مبخواید دیتین یعنی بوی نخوش وقتی ایک آیات اگر سرتین حتی قطابی دی رابط آیات اگر سرین یعنی بوی نخوشه امام علی بیجه فإنه احسن الحدیث دی چی موضوعی بیجه تو کلمه که تو تشتکی بینه کش قرآن باشتر بد یعنی وقتی بونمونه همی بحث مدحید پیغمبری کین هر هزارها شعر و هوزان و محاضره همین چیز سر هاتون گوتنه ما نه سر پیغمبری ما صلی الله علیه و بس ما که هندی وی کلمه اینک لعلی خلق عظیم تو چه جمله رسته شعری فلانی توش وی لاتر بینه بون مونه هم بجین بجا بجا احسن الحدیث قرآن احسن الحدیث لو ما خواه فیری وی بکن بجد کاچوا فرق نوبین خود خالقی و عبداد هیا وصف فرق نوبنا كلام خوده وغير كلام خوده وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه چند مسافه نوبنا ما هم چند جه فرقين خالق و مخلوق چند جه فرقين ام خوده حاشا يعني هم بيجين بس بو ام تي بيجين چند فرقي هيا نوبنا مخلوقي و خالقي ها وصا نوبنا كلام پيوت عادي و يا خوده وصا فرقي هيا لما امام علي خفيري قرآن بيكن فإن بجي فإنه احسن الحديث يديد بشد وابلغ الموعظان چتش تاثير المروفيناكن كارتيكرين هندي قران تاثير المروفيكا كان مروف بس درس ديف بچ درس تيب جهت يعني وقت مروف تخوين بزانو كاتشت بيجد نينا شوي بليختر ابلغ الموعظه وتفقه فيه فانه ربيع القلوب خاطب جهينن خاط قران بجهينن تفسيره بخوينن خافير بكني چنکی او بهارا دلانا ويستشفو بنوره فإنه شفاء لما في الصدور و بخواب بخوينن دخواز شفاء اختين انيطا يعني شفاء بخواب بخوينن خد تعالى دي الوقت شفاء وشفاء لا تخشى أسقامه ثم پاشي چد بجد امام علي انزل الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه اره والله بجد اف کتاب خود تعالی یا بو ما اینای خواره نورن رناهیه که هندک بلا جکتورن شمال کن گلوپن لا تطفع مصابیحه چجا که هربای نا چه نب خود چجا را نابطاری همه هر و هر هله یعنی فمن قرأه یه قرآن بردان پی و گریدای بد قذف الله فی قلبه النور خود تعالی در رناهی اخد دلیوی دا ده همی تشتا بیند صفات الرناهي وظيفة الرناهي چي امروف تشتاپ بينا تشتاپ فرقت كد هكا تو طارياتي دا تو نظام رش و سپي و كسكو صور تو چه تشتانا بينا تو نظام كيش رشا كيس بيا بس وقت بت نور بي الرناهي دي همي تشتاپ بينا ها قرآن دي والمروفي كد
حقيقة دزاني كينا حق كينا نحق كينا أهل حقيقة كينا أهل باطلي كيا درس شولد كت بو خدي كيا درس شول نجد يعني ده قرآن بتديار كت نا شف فكره شيء قرآن ده بتديار كت بجد نور لا تطفئ مصابيحه فمن قرأه قذف الله في قلبه النور وسراجا لا يخبأ توقده دي سبب سراجك شمالك لا يخبو توقده يعني قالك جرى مروف همي إنسان توشي فتورة بد يعني سستية عبادات قالك يعني شولة جيانة دا فتور بمريفت شبت طيبت عبادات وطاعة خد تعالى بس أبي قرآني فقيري دايبت فالإنسان أنت جرى مروف فتور بمريفت شبت بجت وقتت قرآن تخيني اتقد قلبه حبا لله قرآن دي تدلت دا دي هلكت فيانا خدي فيانا إسلامي فيانا قرآني فيانا پیغمبري فيانا بصرمانا وإت موفينا خويني دي چاو حش خديك دي چاو حش أهل خديك يعني عكسي مفهوم مخالف وإتقد قلبه شوقا إلى الله أهل والله ما كان يمرن بد بلا خير بد دي چن لقاء خدي وكي پیغمبري صلى الله عليه وسلم كيف برس سكراته بجد أزي چم لقاء خدي ولقاء خدي حل بجارت واتقد قلبه شوقا إلى الله دي جالا جالا خريبيا شنك لقاء خدي دي يعني دي خريبيا لقاء خدي وي دافي بيدا بد وحبا لله وحبا للخير ودي جالا حش خيريك واتقد قلبه عطفا ورحمة وعدالة على الناس أن للناس دي الرحمة دلوفاني دي دلوي دي الرحمة بإنسانة بد وبحرا لا يدرك قعره وقرآن بحرك تجارة خلاصنا بتكسنا شد خلاص بكد يعني هندي تبخيني خد تعالى دي بتر أسرار القرآن نشاطة دي قرآن وكي هفالي هندي تو هفالي نياتا بتر اللي القرآن بد دي قرآن بتر سرية خابوتا بيجد شكي دائما يعني وكي بيجن تشتاكي عادية هفالي كي بردوام الجلتا بد همي سرية خابو بيجي شكي تزاني هفالتا بردوام بجد تو بردوام جال قرآن بيد همي سرية خوا بوتا بيجد ومنهاجا لا يضل نهجه قرآن منهاجك لا يضل نهجه أول قدر السجرة تو يعني برزنا به يعني خطك مستقيمة فالذي يقرأه أبد خينت وكي كتشوى قطارك سيارك سر وكي أمجين أوتوبانك أن سر سكي خواه درست يرز بچت كتشه لوفا وكتشه تاسات دانين ها قرآن وصمروفي يعني راستريت كت ومنهاجا لا يضل نهجه چه لوفا و چه تاسا هما دي راس چه دي چه بنجا و بنجا ها تدفيد هذا قرآن تبتويري دي سبب جت وفرقانا لا يخمد لا يخمد برهانه يعني دي قرآن حقيقي و نحقيقي و باطلي دي جيك جداكي يعني اكيد بين دليل تاي دسته تدا وبيان ان وبنيانا لا تهدم اركانه يعني اواهيه كه چجرا سينتوي نا حرفتن بو اواهينينه كما قران درس جر منهجي خو چجرا ام خراب نابين وعزا لا تهزم انصاره وعزتك سرفرازيه كه چجرا يعني اويد كو خدن گل شكستن بوانينه من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا وحقا لا تخذل أعوانه حقك دي سفا لا تخذل يعني خدان ادخوا رزيل ناكد چنك مروفل جال قرآن يدجال خده وكي خده بجي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هر دي سفا أف قرآن وكي دي سبيك الصورة الرحمن بجد قرآن أعظم رحمة شلوه خده بجد چنك وقت خده بحناسا خد كد بحثي خد كد بجد الرحمن ايك شنافت خده ها كلمة ديف در رحمن كيه بجد علم القرآن رحمن اوى اوى قرآن نشا وده اوى قرآن حتى نشا دانا قرآن يعني بري كو خده ما بينت وجوده يعني علا جيه چيه الرحمن علم القرآن شنو بجد خلق الإنسان بوچي خده تعالى قلت الرحمن كيه الرحمن علم القرآن أو في قرآن نشاهدت شنك خلق الإنسان علمه البيان
چونكي او انساني يعني بي قران بجيت هر وكي او يعني وكي بجن درجه حيوان درجه جيانوري يعني دچ توي درجه لو ما خد تعالى بجد اول نعمه خدي جلما كري الرحمن علم القران فاش وكي بجن نعمه الايجاد بما قلت چونكي تعليم القران يعني وكي بجن بيش تخر سر چكرنا مروفي خس الرحمن علم القران خلق الانسان يعني أن وجود الإنسان لا معنى له ولا قيمة له من دون منهج يسير عليه فأنت بالقرآن يكمل وجودك يعني دي بقرآن دي هست وجود يعني إنسانيتك هكذا قرآن نبت يعني وكي ما قلت دي چه درجة جيانورا ومن دون القرآن وجودك وجود بهيمي أن حيواني بي قرآن لا ما خد تعالى عول بحث قرآن كير شنكا بحث وجود إنساني كير أنت بالقرآن موجود إنسانا طب قرآن بالقرآن موجود إنسانا طب يعني قرآن تو بإنسان ومن دون قرآن موجود بهيمة مربي قرآن تشد درجة جيانا مرة بله خوش كبرت رزدار أمد چند ماف بابت خودك ودست بيك بما بحث في آخفتنا إمام علي خود تعالى جرازي بدما بحث كر كل بحث قرآن وما تحيط قرآن كده شنكي أون درست قرآن جهشتين وبما فجهشتين أم جهشتين في فضل القرآن على الإنسان في أصل الأشياء وبدء الخلق هذا بابا تمام يعني فضل القرآن السر همي إنسانا عامة همي خلك خير ومفايش قرآن ديتي حتى خو بباباجي كافراجي هر خيرش في قرآن ديتي أب همي ناحية أب همي جوانب أب همي بيا بابا خلك يعني فايده ايش قراني ديتي عامتاش بلي بصرمانا خاصه فضل القران على الانسان في اصل الاشياء وبدء الخلق دسبيكا انسانيته دسبيكا اصل حميد اشتكى خد تعالى چه فضل يسمى چه نشامه داب فيريك بريكا قران چه فضل قران السرما انسان هيا خد تعالى اياتك بيروزات بيجت گوي خوب دني بيجت وجعلنا من الماء كل شيء حي خود تعالى همي دشت اب اوه يعني جيان همي تشتت اينا سر عبد كو خدان رح كو مروف و جيان ورو همي نوعيت خدا قال نباتات و روكا يعني اوه اينا جيانه والله خلق كل دابة من ماء همي هر تشتك ريبه بچت هر تشتك فرد هر تشتك بر خدان رح والله خلق كل دابة من ماء فمنهم ما يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. بوش خد على بحث أوفيد كت. شنكي يعني خد على حميش أوفيد شكلين. لأن الماء أساس الحياة والماء قوام الحياة. شنكي أوف بنسترة بنغية أساس جيانية. إنسان همي خد على رح يعني خب أوفيد راضيرد. كاس نشد بجيد يعني شو إنسان نشم زدت لي سي چار رجا بي أوف بجيد. لو ما يعني لأن الماء أساس الحياة وقوام الحياة وأن الإنسان لا يستغنى عن الماء نشد خابي منات كت أوفي يعني شسي شارو جزيزة تري دي مرد حتى بوش قلت على بحسي أوفي كت حتى جسمي إنساني بسيارة دكتورة بكن جسمي بيك هاتا جسمي إنساني حفتش صدي يعني أوفا معنوية كر إيك بنونا في قابي وزني تا حفتي كيلو بن بينجي كيلو يعني أوف حسيبه چنك يدناف همي خانت لشه مروی همی اندام لشه مروی چه اندام لشه مروی چه نشن وظیفه خواه نشن مهم خواه بر نشن تو نشن دست خواه راکی و بینی و لفینی و جاوت خواه و دوی خواه و ازمان خواه بی یعنی آف همی یعنی آف ویچتی و یعنی جهینت همی هر تفاعلکات لشه مروی دا پریکا آفه حلاندن آزادی هر پریکا آفه يعني آفية نفلة شمري دا حفتش صادي هكذا وزنه تا يعني صد كيلو بزانه بيك شوانا حفته آفه چنك هاد نفلة شمري دا نفلة شي همي دا هاي همي تشتب رح مقو خود تعالى بريكا آفية اينان جيانه چه خودان رح بي آف نشن بجين هر نشاطكا يعني لشمة دا بيت كرنه هر نشاطا يعني هر تشتاك كو بيت حركاندنه بيت لفاندنه يعني بريكا آفية فأي عضو في الجسم لا يقوم بوظيفته إلا عن طريق الماء. جاء فضل القرآن السر إنسانا خد تعالى قالك تشتت شكلين يعني عرشي كوني بحر جيا
يعني مخلوق خده هم يكا چوا چيكنه بس هم دي بحثي سي تشتشوان كين او جي هر سي تشتت خدان رح آن خدان ام بجني جان گيان يعني گيان دار آن جان دار او خدان رح يا اي كم بحثي فضل قرآن سرمك و بريقا قرآن چه فضل سرمه هيا كو چيكرنا انسانا داد وي خلقه دي بحثي بيكين ان شاء الله خلقه بي پاش دي بحثي فضل القرآن على الانسان في علم الحيوان بشتنگي في علم النبات وي خلقه فضل القرآن على الانسان في بدء الخلق جا شواناجي في علم الانسان خود تعالى آياتك بيروز دا چد بيجد أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير خود تعالى فيري داس بيكي كلمة يبدئ فعلا مضارع إنا يبدئ الخلق بوشي چنكي فعلا مضارع بو بردوامية جياني ويوفيقوفي يعني مثلا صالانا أمد بينين استمراريات تجديد كرنا چه كرنا قلق نوعي فيقي ونبات يعني صالانا أمد بينين وقت دس بيت كتو بشتنكي هشكت بطانت مرن جارة دي أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق يبدئ فعل مضارع يعني تجديد استمراريته بردوام بجي ماهين هزرا خناك ماهين نابينن چوا خود تعالى بردوام يجيان ددوانات مرينت جيان دد هنديديد مرينت هصا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق يعني نشانة تجدد استمراريته چنك فعل مضارع لإفادة التجدد والإعادة في كل سنة أمد بيني هندي تشريت شد بنو دماهيكتن ودي سبع جارة دوي قد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق جارة دوي ماضي قد يعني معناه جارة أول ما يزرع خناك كا جارة أول توا تبيه بنمونه هم دين سر إنسانا خد تعالى دس بيكا سورة الإنسان بيجد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني أفا هرمكي خد تعالى بيجد ما اوید هین خدا ناو دنگ، اوید تا ناو خواهی، تا منصب خواهی، تا عسکر خواهی، تا جاه و مکانت خواهی، تا شهاده خواهی، تا بلاغات خواهی، تا که او چیه تا هی؟ بجرد هزرا خواب که جاره که تا افتشت همین بین، خوده دایتا، خوده نشاط داد، یه نشامه دا پرکا قرآن هل اتا علی الانسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هما هر تو نبیه تو چه نبیه؟ که بگاهی بجرد تو چه نبیه؟ دی خواهی دسکل، بس خود تعالی بجرد تو چه نبیه؟ خود نتا کسی نزانی ناویتا چیه یعنی مثلا ناویت عملیتا بگوی هفته سال بود هشته سال بود پینجی سال بود اوی مثلا پینجی سال بری پینجی و یک سال چه تشتیوی نبی اوی هفته سال بری هفته و یک سال چه تشتیوی نبی یعنی نه شهاداوی نه علمیوی نه زانینوی یعنی دی خود تعالی هر وکی بجن داتو شکرا خودی بکی داتو فضل من سر خواد ببینی هر وکی خود وید بجن ما یعنی بجن اصل خوش بیر نکه هل اتا علی الانسان حین من الدهر گله وقت چند بری مهنه چند سالش بری مچونه هم چه نبینم هیگه نبین بری صد سال و دو صد سال و ناوه کشمه اوه وگاه به هین هم خواد بینین گلک طایبت اوه خواد بینین گلک اوه بین خدان مکانت و عسکر و جاه و یعنی بری صد سال که تو چه نبیه خود تعالی بشه هر تو نبیه همه بشه دا هم فضل خوده سر خوش بیر نکین اوه فضل قرآن سر انسان ها یادی خود تعالی اعتقا دیده هر بحث اصل مد کرد بشه ولقد خلقنا الانسان سوره المؤمنون ده ولقد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى يهدون آياتا بجت آيات 12 حتى 14 بجت بجت ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ده سبيك السلاله يعني اف خد تعالى همي اخ وقت مختلط همي جولت اخ كم كرين كو ادم بي خلقيات كريب شتنجي ونفخ فيه من روحي أفكم معلوم بحسي باب آدمية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أو بحسي أول كيف بدأ الخلق أما بحسي إنسانة كين بشتنجي تشد بجت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين مرحلة دوي يعني نطفية أو تبكيان أو قطرة أوفي ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر باش يصحكي خذ تعالوا فيري تشد بجد
ثم أنشأناه خلقا آخر الفيري ما فهمت شكل سيرفي ساكنين خذ تعالى بجد أي أنه مكرم معزز كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم چونكي همي دسبيكو همي تشتا تقريبا همي حتى جيانوار ومروفا دسبيكو وانا چبكاكا آوه همي وكيكين بس خذ تعالى ديفتا بجد بجد ثم أنشأناه خلقا آخر بس تنوكي مخلوق ديه دست به کاوی راسته چپ کاوی و که هر گیانه برای که بس دمایی که وقتی تو نه حیف خلاصت بن ثم انشعناه خلقا آخر تو بیه خلقی دی تو نوی که چه مخلوق دیه تو مخلوق ایکیه خود تعالی دمایی که کار یه مهی عقل دایمه خلقا آخر یعنی خود تعالی خدان ریز کر کرمه الله حینما اعطاه خود تعالی چی تکریم کر یعنی گفت ثم انشعناه خلقا آخر يعني خلاص هاد جدا كرينه جيانه وريدي دست بكما وكي هر مخلوقه كي ديه دست بيكي وقته چبكه وقته قطره آوه وكي هر جيانه وره كي ديه بس وقته خلاصت بد نهيف ثم انشأناه خلقا آخر تو بيه مخلوقه دي اوجي كرمه الله حينما اعطاه عقلا وقته خود عقل دايمه خود تعالى عقلي هم جدا كرينش همي مخلوقه وفكرا بوچي يعني خود تعالى او عقل دائما اف عقل خود تعالی دائما شیان دائما همی کارو بخه ببین انه مکرم اعطاه عقلا اعطاه نطقا خود تعالی ازمان لغت یعنی امته کو دد جهین اعطاه بیانا ویری کلمه بیانا یعنی خود تعالی واسه کر بگو زارو که یک بونمونه بگیرید زارو که یک بگیرید به هیچ بیزارش ناخفتی یعنی وقتی گیرید احتمال دیگه دیگه برسیه مثلا دی شیری تشتاکی دیتی هر دی گیرید دیگه دیاره یخوا یعنی تشتاکی دیا آن یخوا مثلا پیس گیرید چه شد دیگه مثلا هند که دا هر دی گیرید چکی ازمانی نبیجد از هو سانم بیان اوه یه پشتی مروف مازنه بید بخود تعالی بیان دید مروی نطقه دید مروی حتی ببینی مثلا درزی که تشتاکی ما جهیوی زارو که راشنی که دیجا آهاش بروی بی همه هکر اکثر زانی با مثلا هیچ بچی که ما دا بیشد بچه خود تعالی بیان دامه یعنی امت اکدود گهین یعنی مازنترین نعمه جی خود تعالی دا انسانی اوه که لغت امت اکدود گهین اعطاه عقلا اعطاه نطقا اعطاه بیانا اوه یا خود تعالی میوه مکرم کرین اعطاه اختیارا حرا خود تعالی امیت حر کرین اعطاه کونا کون خود تعالی همی بومه مسخر کرین همی تشت خود تعالیش برمه ایداین وقد حمل الامانه خود تعالى في امانته كو قرانا بيروز اسلام يا دائما وبحشت جهنم يعني خود تعالى ديف دو افتشت دائما يعني حتى تشوا انسان هندي وتر انسان بتري بيش كبت اي تشتي نشاي ديد بس بنمونه گیانه ور هما گیانه ور اي كي حتى دمای كي چه پیش كفتن انا كد ابد همي و كي كي حتى مرنج بس انسان جار بو جار مثلا باب دي نشا كوريد براي مازن نشا براي بيچي كد مامستان نشا طلبه دي تو سجل بو جولي لو ما دمائي قلت فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين يعني سبحان الله خد تعالى شيان وقدرات نعمت خواه بريكا تشكريت خواه نشا مدد وقت ما شنيت چه ديد حتى بو چه اجباشترين ذكر خد تعالى وقت بجد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه يعني حضرت خد دفان مخلوقات بكين بل خوش که برات رزدار خود تعالی ما گفت انسان تکریم کری به وی عقلی و به وی فکری بالمقابل هکرم عقل خوانه دین شولی یعنی مروف چد رزا گیانه و احتمالا هیچ خراب تر چی که خود تعالی بجد اولایی که هم شر البریه ان اولایی که الانعام بل هم اضل لما خود تعالی خاصیت اقدامه اوجی کو خاصیت ما گفت یا عقلیه قرآن خوینت رزدار مسلمانت رزدار ان شاء الله اگر خود حسکت خلقا بید دی بحث فضل قرآن سر انسانا در باره فضل قرآن علی الانسان فی علم الحیوان و فی علم النبات اوا یا وی خلقی اوا بی فضل قرآن علی الانسان فی علم نشأت الانسان که وقت خود تعالی مروی ادت که چوا خود تعالی مروی این سر دنیا و که ما برینو که گوتی گلک ایات بجو الله خلق کل دابت من ما فلینظر الانسانو مما خلق خلق مما انضاف يعني قناه خدمت بشه بس ما الفير فيري بري ام خلق بدمهيك بينين
يعني حتى همي علم متفق عليه وهمي زانا حتى ملحد حتى كافر سروان آياتا متفقا كنشن إنكار بكين كنا وصنا وقت خد تعالى بجوا لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني بوريا فان بمرحلة هاي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أفان تقريبا حفت هشت مرحلنا همية بوريا بهاي بس وقت خدت على ديف دوت شنكي أو تني غيبة فتشتديان بيتزانين فعلا ثم خلقنا النطفة بتعلقة ثم خلقنا العلقة مضغة أو مضغة بعظام فكسرنا العظام لحمة ثم أنشأنا خلقا آخر حتى دمائك وان بوريا فان مرحلة هامية هاي بس چنكي وقتت بجد ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ها چنكي بشتي وقتت مري بغيب خلاص بغيب نزانه او قبری وی چوانه او چوانی نه او میری کش میگید بعشت کرگ کش کرگید آگیری بد غیب مروف نزاند ها بس باری پی ناینن باشد تو تسلسل و اکو قرآن گودی تو نشی این کار بکی و اکو علم و اکو حتی همی کس یعنی متفق علیه کد زانن واسانه بس چنکی یادید بد غیب تنه باری یعنی وی ناینه براستی اوه یعنی وکیل بیجن به وجدانی و به انصافیه معناها في مرحلة تاكو متفق عليه تل ديف قرآن تشي تل بيجي وصنا هذا فضل القرآن السرمة فان ريكاني شو مدى لقتي خد تعالى فضل القرآن على الإنسان في نشأة الإنسان أم في بدء الخلق أم في أصل الأشياء تبوريا بهاي بس شنكي مرحلة ما يكي بغيب تبس بوريا بينا يعني هم بزانا هذا نا إنصافة يعني نا ديري عقلي حقتو بعقلي جيب تشي بطابو تشي بوري فان مرحلة دي هيا شنكي يدي بغيب تبوريا بينا يعني راستي أفا نايا منطقية ونايا عقلية خد تعالى والما بكت إن شاء الله بوريا ما بتر مكون بكت بفي قرآن وفي قرآن بتر بردلين ما شرين بكت ما بتر تبقى هنا إن شاء الله أم دي في خلق دمائك نتشنكي وقت ما بدمائكات حتى خلق بيت بمين متشاف دير يا خد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.